كلمني بهاج في تحدي تكتب في وجهه صراحه. لا والله انت يوم تقول بتكتب في وجهي انت ما تطالع في نفسك. اسالك بالله بعيدا عن الخصم انا بواجه الكاميرا، انت ما تستحي على وجهك رجال ذا كبرك قدام كاميرات المايك في نحرك تقول كلمه زي كذا؟ رجال تمثل لك ناس وراك تقول اتل في وجهك؟ وش خليت عبد الله المصري؟ اسالك بالله انت تجلس في مكان مو مكانك. احب اخاشر كبر بهاج، انت جاي من مزارع الباطل تقيم العالم ثامر وتقيم حماد وتقيم عبد الله وغيره. انت من انت يا حبيبي؟ ما يقيم حبيبي. انت حدك سبيس ثلاثيه مع عبد الله الشهراني وسعد الشهري. لا تفكر انك رايح جايبين شهاده لي. قلت كثر كلام لما تقول اقارن بينك وبين ثامر. وش جاب الجاب؟ وتقعد تدخل اخوانهم في الموضوع. انا ضايع. نزل يدك. اتمنى تحترم نفسك وتقدر من يقدرك. تجي من غيرك لانك تبقى عايض الاكلبي. لا تعيش وضع في واحد اسمه بهاج. تبقى عايض ابن محمد الاكلبي رفيقنا. رفيقنا اللي لنا خبري. والله ونعم. حلوين يا رجال. ما اجي لك في نعم ولا غيره. والله وسلم يا عثماني. اسمع اسمع بقول لا تهرم من ردي. انا شفني ساكت. لا تهرم من ردي. ارد عليك في نقطتك يوم تقول بهاج صغير في العمر لكن كبير قدر وكبير مخ. ماني من اللي طال عمرك لا دخلت على الرياجيل قمت اسحب الرياجيل. واعرف انا من اسحب. انا لا جيت اصادم. انا برا حتى في حياتي برا لا جيت اصادم. ما احب اصادم الا الفحول. ماني بروح للضعيف عشان الكبير يهابني. من هو انت يا حمد هادي؟ انا خالصين منه. انا اسمعك. الاسد له زئير. اذا لك مواء انا لي زئير. لا ما تفهمت. الاسد يبقى حيوان. اسمع انت حيوان. الاسد يبقى حيوان. خلاص يا خلاص تفضل اذا عندك كلام خليك تفضل. لا تسوي تحسرني برنامج. حاول تقلب علي في بث ابتشيك يا دي مجرم. والله عارف انا ابتشيك حمد بعد ادري ايش يقول. اكثر واحد يحبكم في البلد يا رجال. روح اتربى كل مكان. سلطان سلطان لا تغلل يا سلطان. روح هاجمني هاجمني علي حرام. لا اكلك يا عرجاني. والله الله اعطاك قاعده وما تاكله كيف مقطوع من الشجره تاكله. انها دينة الخير. ها اي بالله. ما امرح انت امرح. امرح الهرشه كبير امرح. لا صفكم سوى اعرف صيداتك. خل صيدتك على اللي في جنبك.